مرحبا. صحيح كنا غايبين عنكم بفصل الصيف، بس ما كنا بعطلة. بهالفترة زرنا بلدان عديدة لنفتش على قصص نجاح مطبوعة ببصمات لبنانية. اليوم برنامج سفراء الأرز الموسم الثاني بيرجع بيبتدي، ورح نبدأ بمؤتمر الطاقة الاغترابية لشمال أمريكا اللي عم ينعقد بمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا. هالمؤتمر ضم تقريباً 790 شخص شاركوا وإجوا من كافة الولايات بأمريكا ومن مقاطعات بكندا. هالمؤتمر برعاية وحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وبتنظيم الأنصلية العامة بلوس أنجلوس ممثلة بالأنصل جوني إبراهيم. Welcome to LDE North America Las Vegas. أيها اللبنانيون، يا أبناء اللبنانية، نلتقي اليوم في المؤتمر الثاني للطاقة الاغترابية في أمريكا الشمالية، وقد تضاعف عددنا عن المرة الأولى في نيويورك، وها نحن بوجودنا في فيغاس على مسافة 11500 كيلومتر عن لبنان، نثبت أن نجاحنا الجماعي هو نصيب مبادرتنا، بعد أن كان نجاحنا الفردي هو نصيب انتشارنا في العالم وصمودنا في لبنان. فيليب زيادة، قلنا بالعادة نقلك أهلا وسهلا فيك بلبنان، نتأهل فيك بكل مؤتمر الـ LDE وغيره، وحتى بافتتاح البيت الأمريكي اللبناني بالباترون. اليوم الـ LDE عندك بلاس فيغاس. اليوم أنا بدي أقلك أهلا وسهلا فيك عنا بلاس فيغاس. Thank you. أول شيء بدي أقول أن المؤتمر كتير حلو تنظيمه بأهم أوتيل بلاس فيغاس، في عدد كتير كبير من اللبنانيين المنتشرين بأمريكا وكندا مشاركين. شو متوقعين من هذا المؤتمر؟ هلأ المؤتمر أصلاً كل سنة عم بيكون أحسن من سنة وعم بينجح أكثر، خصوصاً بس تعمل ديستينيشن لاس فيغاس. توقعنا يكون في عدد أكبر، مش هلقد بس مبسوطين يعني بالنجاح اللي عم يعملوا الـ LDE. هو شو متوقعين منه الـ LDE؟ هو المؤتمر بحد ذاته متوقعين منه كل شيء. يعني اليوم نحن شو عنا مبادرات غير الـ LDE؟ عم نحكي عن الدياسبورا، نحس إنه حدا عم بيسأل عنا، نحس إنه عم بيصير فيه على القليلة على القليلة تعطي أمل. الناجح بيعرف ليقدر ينجح بده يكون يحب شغلته، لأنه ما في شيء هين. يعني أنت بتجي لتشتغلي بيكون في صعوبات وبيكون في حواجز، إذا ما بتحب شغلتك ما رح تقدر تكملي. إحنا لأنه منحب لبنان مبلشين ومنعرف، منعرف كتير منيح الوضع، ومنعرف شو وضع الدولة، ومنعرف شو وضع الصعوبات، بس رح نجرب. عم نتابع أملك بلبنان من خلال Invest to Stay اللي حكينا عنها قبل، وبعدها مكفية بالمشاريع اللي بتشجع الشباب انه يعملوا مشاريع بلبنان، كمان من خلال دعمك لبيت اللبناني الامريكي ببيت المغترب بالباترون. من فتره صار في مثل انطلاق لمشروع جديد الباسبور. الباسبور هو عباره عن انتماء للدياسبورا، وانا بس بالايفنت بس قدمناه قلنا شو هو، انه نحن اليوم كنا مفتكرين انه المسافات بعيده، بس اليوم تعلمنا من وراء الـ LDE، من وراء كل هالاشياء اللي عم تعملها وزارة الخارجية قربت الدياسبورا على بعض. وهي الفكرة انه هيدا الباسبور انت بتنتمي للدياسبورا يلي هو بيقصر المسافات بين كل المهاجرين اللبنانيين. Nevada will soon have their own Lebanese honorary consul and that is Philippe Ziade, a good friend, very successful entrepreneur, you should all be very proud of him. سمعنا الوزير بعدة لقاءات، وسمعنا اليوم المير تبع لاس فيغاس عم تبشر العالم انه حضرتك حتكون الأنصل الفخري للبنان بلاس فيغاس. كيف عم تتحضر لاستلام هالموقع؟ لا هذا الشيء بفرحني اكيد يعني، بس نحن الموقع هو مثل ريكوجنيشن، نحن المحبه حبت المحبه انه تساعدي ويحس اللبناني حتى بلاس فيغاس
إذا إجا في حدا هون يساعده، يعني هو الحلم يكون فيه بكل زاوية أنسلية، وما تروح يكون في حدا يساعدك، لأنكون نحن الصورة تبع الدولة اللبنانية بالاغتراب نحسنها. لكل منتشري لبنان بالعالم بيقدروا يتسجلوا إلكترونياً على الموقع diasporavote.mfa.gov.lb. هلأ صار في العالم كلها تتسجل عبر الإنترنت أونلاين، تتسجل. برأيك قد ايه هالموضوع حيأثر على الانتخابات بلبنان؟ احنا صار عندنا صوت، صار فينا من هون نتشارك مع اللبنانية. هي أول شيء حق المشاركة بلبنان، تاني شيء بتنمي عندك الانتماء للهوية اللبنانية، بس تحس حالك إنه في لك صوت تغيري، إنه نحن صوتنا له قيمة بلبنان، مثل ما صوتنا بأمريكا بيوصل، بدنا كمان يوصل بلبنان، وهذا اللي عم بيصير، وهذا مش هيك. نحن كتير كتير فخورين ومبسوطين. أنا بتمنى لك التوفيق، منقول لك good luck، وإن شاء الله منشوفك قريباً كأنصل فخري للبنان بلاس فيغاس. مرسي، والله يقويك، ضلك ليحة على LDE بين كل بلدان العالم. نحن مبسوطين فيكم ومنشوف حالنا فيكم، لأنه الكلمة اللي عم تنقلوها كتير مهمة توصل لأهلنا بلبنان ليعرفوا إنه عم نجرب. وبقول لهم خليهم يضلوا مأملين، لأنه رح نشتغل قد ما فينا كلنا سوا، كل واحد على عاد حاله، لنقدر نساعد لبنان.